كتقول لي بان هذه يمكن سعد المجرد يتعتق المجاديد، اكيد الدرس اللي خصنا نخوضو حنا المغاربه اشنو هو؟ هاد السيد هذا متابع من اجل الاغتصاب او محاوله الاغتصاب، ما نعرف. وعلى كل حال السيده كتحاول تعطي ادله، الله اعلم واش هي اللي يمكن لها تكون اليقين والقناعه ديال المحكمه ولا لا، ما داك الشغل انا ما كنعرفش الملف باش يمكن لي نتعمق فيه. وجات واحد السيده اخرى وثانيه ورفعت الشكايه ضده. هذا امر كل واحد ومتهم والاخرين ضحايا. الدرس بالنسبه لي استاذ مجرد مغربي، الواقع وقعت في فرنسا، ضحايا فرنسيين، القضاء فرنسي، قضية ديال الاغتصاب خطيرة في العالم الغربي، وعطاوها السراح المؤقت، لأن السراح المؤقت هي الطبيعة، لأن السراح المؤقت هي العادة، لأن السراح المؤقت هو الأمر القانوني الصرف، لأن حالة السراح هي الحالة العادية والاعتقال استثنائي. هذا ما كيمنعش ان ملي يكون الحكم النهائي يدخل للحبس، وغادي يدخل للحبس، واذا صدر ضده حكم نهائي ما نصدعوش راسنا في القضيه دي. وبالتالي النصيحه اللي نقدر نعطي لسعد المجرد، اخويا الله يرحم باك، بالك يغلطك شي واحد، بالك تغلط، سير فرنسا ودافع على دافع على راسك، ودافع على راسك كما ينبغي، دافع على راسك، واذا عرفتي تدافع على راسك وكنت بريء في الاصل راك تفك. بالك غلطك شي واحد وظن بانه كاينه شي حاجه اللي غادي يمكن لها تفكك مع هذا الحقيقه، والدفاع على نفسك بشراسه. حنا ما بغينا لكش الحبس، اذا كنت درتي هاد الفضيحه هادي حل، حل المشاكل. العيالات كيبقاو هشات كيأمنوا بالرومانسية وبالنظرة الإنسانية، وكيأمنوا بالحب، وكيأمنوا بزاف ديال الأمور. حل مشاكلك، حل مشاكلك، حتى حد ما بغالك الشر، لكن أنت كذلك ما تحاولش تسرب بالشر مع شي واحد آخر، مع شي حد، لأن حتى حد ما نغزك باش يخد العيب ديالك، وبالتالي ما تصرفش بالعيب ودافع على نفسك، هذا حق.